أوعدك بإذن الله أن بعد الفيديو ده حبك لربنا سبحانه وتعالى هيزيد. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه بعد غزوة من الغزوات، لما رجعوا من الغزوة طبعا في أسرى وفي سبايا من النساء وفي الكلام، حرب لسه مخلصينها ورجعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف وامرأة من السبايا عمالة تجري وتلف على الأطفال، والصحابة واقفين ورا النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة دي عمالة تلف وتجري على الأطفال، وكل شوية تلاقي طفل صغير فتجيبه وتشيل الغطا من على وشه كده، تبص ما تلاقهوش ابنها فتحطه تاني مكان، وتلف وتجري تلف وتجري في أرض المعركة. بعد ما المعركة خلصت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واقفين عمالين يبصوا على الست دي، قلبها تقطع شوق على ابنها، شوق زاد وفاض علشان رضيعها اللي عمال يبكي من كتر الجوع. فالست دي فجأة قامت بتشيل الغطا من على وشه، فلقيته ابنها قامت على طول حطاه على صدرها ورضعته. النبي صلى الله عليه وسلم ما عداش الموقف دوت كده، بل سأل الصحابة قال لهم: أترون هذه المرأة ملقية ولدها في النار؟ يعني بعد الشوق اللي انتوا شفتوه ده كله واللهفة اللي كانت عند المرأة دي ان هي تدور وتلاقي ابنها، تتوقعوا ان المرأة دي تحدف ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، الرحمن. فاوعى اوعى في يوم أملك في رحمة ربنا ينفد، واوعى ثقتك وظنك في ربك يسوء. أنا عند ظن عبدي بي إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. اوعى وانت اوعي تسيء الظن في الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام. دايما تأكدوا إن الرحيم هيرحمنا. سلام عليكم.